مرحبا أهلا وسهلا فيكم في برنامج مع الشباب اليوم رح نحكي عن ظاهرة التدخين طبعا هي مش ظاهرة جديدة ولكن بالفترة الأخيرة صارت منتشرة بشكل كتير كبير يمكن بسبب توافر أنواع كثير من الدخان ألوان وأشكال مختلفة رح نحكي عن السجائر الإلكترونية والأرجيلة والسجائر العادية كمان اليوم رح نناقش تأثير الدخان على حياتنا الصحية الاقتصادية والاجتماعية أهلا وسهلا في الجميع وخليكم معنا طيب في البداية خلينا نشوف أكم مشارك معنا هون من المدخنين أربعة من أصل تقريبا 16 شخص فهي نسبة كتير منيحة طيب خلينا نشوف الأسباب اللي بتخليكم تدخنوا نبدأ معك ماجد مرحبا العافية يعني الموضوع لما بلش في البداية أنه يعني ما فيش هو أسباب واضحة للبني آدم أنه ليش بده يدخن غير أنه يعني فضول أنه حاب أنه يجرب الموضوع بأثر عليك يعني من صحبتك من اللي حواليك لما تشوف انه صاحبك بدخن انت بدك تدخن بدك تجرب منه <applause> يعني بلش الموضوع معنا احنا كبداية في المدرسة لما دخلنا الثانوية لتشوف الطلاب الكبار اللي هم التوجيهي بينزلوا على الفرصة عشان يدخنوا سيجارة بتصير بدك تجرب انه اه بدي ادخن سيجارة من هاد بدي ادخن سيجارة من هاد بس انه يعني كسبب واضح انه كبداية الموضوع انك ليش دخنت فيش إشي غير الفضول يعني ماجد تجربتك مع التدخين كان سبب هالفضول طيب رواء خلينا نتعرف على سبب تجربتك للتدخين كان سبب تجربتي بالتدخين بالأول أنه جميع العيلة بتأرجل فصار مع طلعات الصحبات وأول سنة جامعة صار يعني نجرب وبعدين تعودنا عليها وضل الموضوع لهلا يعني انت بسبب وجود ظاهره التدخين بشكل عائلي بشكل عائلي ويعني بين الاصدقاء تمام نسمع رايك كيان كان السبب انه الواحد بلش تدخين هي زي ما حكوا انه التقليد الاعمى للناس اللي حوالينا انه كثير منهم بدخنوا فكان عندك حب الفضول انه تشوف شو هذا الاشي اللي بخليك انت وقت ما تكون معصب تشرب السيجاره تروق شوي او انه مثلا بالمدرسه انك بدك تفرض شخصيتك برضو عن طريق الدخان انه مثلا تخليش حدا يطب فيك مدخن يعني أزعر هاي احد الشغلات يعني اللي كانت انه ليش انت بلشت بالدخان يعني احنا بنحكي هون تقريبا عن شغله مزاج تقريبا طيب خلينا نسمع رأي حدا من الناس اللي ما بتدخن، ريتا اعطينا مشاركتك، ليش ما ما عندك فضول تجربي الدخان او الأرقيلة او حتى الفيب؟ بصراحة بعتمد على الوعي أكثر، يعني لما أعرف إنه هو جدا سيء من ناحية اقتصادية على البني آدم ومن ناحية صحية وحتى اجتماعية يعني أنا بالنسبة إلي شكل المدخن مش شكل مقبول بالنسبة إلي، على كلا الجنسين طبعاً لأنه عنا بيكون في تفرقة إنه شاب أو بنت اللي بدخنوا أنا بالنسبة إلي على كلا الجنسين مرفوض حلو اه الشباب اللي بيكونوا لسه ببلشوا حياتهم بصرفوا كتير مصاري على الدخان وإنت المفروض تدخر هاي المصاري عشان تبلش حياتك تقدر توصل وإحنا طبعا بنعاني من مشكلة اقتصادية هلأ وما بنرجع للأسباب الأساسية ممكن دخان يكون سبب من هاي الأسباب فأنا نهائيا ما عندي هذا الفضول شكرا ريتا شو رأيك نسمع رأيك محمد سبب عدم تدخيني اول شيء لان أنا إيه يعني انا لاعب رياضي بمارس الرياضه فالتدخين بيعمل على اول شيء انه بيقلل اللياقه البدنيه بيقلل من التنفس يعني انت بتبطلي ما بتكوني قادره على التنفس يعني بشكل منتظم لما انت تكوني مدخنه وكمان بياثر على على اللعب خلال المباريات وبرضو زي ما حكى زميل تريتا انه التدخين فيه له انعكاسات سلبيه على الوضع الاقتصادي فبأدي احيانا يعني الى انه بنزل من مستوى الدخل وببطل في تنظيم نصير نصرف مصارينا على الدخان بدل ما آه نصرفها على اشياء مفيده، مين بيحب يشاركنا بسبب انه ما بدخن كمان؟ اه طبعا تفضلي صبا طبعا انا من الناس اللي جربت موضوع التدخين كون المحيط اللي حوالي كان مليء بالتدخين سواء اهل او اصحاب فكرت انه جد الواحد ممكن يلاقي المتعه في التدخين ولكن على العكس ما حسيت انه بقلل توتر او اي شيء بالعكس سبب لي مشاكل صحيه انا انسان كنت رياضي جدا صار ياثر علي في الحركه في المشي اتعب كثير اكثر من الايام التانية فخلص اخذت قرار انه لو كنت شوي بالمره ما ما اكمل باي نوع من انواع التدخين تمام ممتاز طيب بدي ارجع لموضوع حكي حكت عنه ريتا واخذ رايكم هون انه هي التفرقه ما بين الذكور والاناث بموضوع التدخين وانه مجتمعنا ممكن يتقبل انه الشاب يحمل سيجاره والصبيه لا نسمع رايكم هون تفضل ليث تفضل ليث اول السلام عليكم يعطيكم العافيه بالنسبه لموضوع التفرقه بين الجنسين الجنسين زي ما قالت الصبيه هو صراحة شوفي بشكل عام بشكل عام هو الجسم واحد يعني يوم بده ينضر الجسم تقريبا ما ما بيختلف بين صبي وبين شاب أكيد ولكن لمجتمعنا طبعا الشرك العربي تيجي أوكات شغلات متاحة للذكر أو متاحة للرجل أكثر من الأنثى بالعلم انه هذا إشي خاطئ مصطلح يعني بالعلم انه بشكل عام اصلا خاطئ لانه الضرر بيجي على الشكتين ولكن إشي بيرجع في المعتقدات القديمه انه صبيه صراحه من جديد احنا صرنا نشوف الصبيه انه مش من جديد تقريبا بنحكي من 10 15 سنه وجاي انه كثير في صبايا زادت نسبه البنات نسبة المدخنات. البنات في التدخين تمام وصارت البنت انها هي تحس انه هي يوم تدخن انه هي بتحصل على استقلاليه وبتحصل على انه استقلاليه تامه في موضوع التدخين ولكن طبعا هذا المصطلح انا بالنسبه لي خاطئ الموضوع مضر جدا كثير مش شويه زي ما حكت بعقب على الصبيه من ناحيه كجسم من ناحيه كمصروف تمام من ناحيه ك من ناحيه رياضه من كثير نواحي يعني انت برايك انه التدخين مش مقبول بس للاناث هو بشكل عام للجنسين بشكل عام مش مقبول تمام. للجنس لل... للجنسين ولكن للصبيه برضه بشكل اكبر شو رايك بيان؟ بيان انت مش مدخنه ما رفعتي ايدك، بس شو رايك بالصبيه اللي بتدخن ممكن تكون هي حريه شخصيه او بتعتبري انه هذا إشي تصرف خاطئ بمجتمعنا الفلسطيني؟ اول إشي انه هي بتكون اكثر إشي حريه شخصيه واكثر انها ما بتكون تصرف خاطئ، okay. اكيد هي يعني تصرف خاطئ من ناحيه انه صحه ولياقه ودق ودق تنفس بس بترجع للحرية الشخصية أكتر وهذا الإشي كمان بيأثر على البنت إنه ممكن إنه مرأت في ظروف ضغطتها فأدت إنه تدخن أدت للتدخين <applause> مني وعلي إنه أنا يعني كإنسانة عائلتي بابا وماما إنسان محافظين من هاي الناحية ما بيدخنوا فخلص تربيت بمجتمع إنه بدون دخان ما عندنا هذا الإشي يعني بالبيت ممنوع للذكور وللإناث ولا نفس الإشي طبعاً. بابا بيعملنا هاي نسمع طبعاً. طبعاً. رأي إسماعيل يعطيك العافية البني آدم لما يكون المحيط فيه كله بدخن عيلته أهله أصحابه بيضطر إنه يعني يجرب إنه يحاول إنه يصير زيهم فهاي الشغلات اللي بتخليه إنه يدخن في بيحكوا إنه حرية شخصية بس ما أظن إنه يعني حرية شخصية لهالدرجة طيب إسماعيل أنت يعني بتتقبل أنه أختك تدخن أو تأرجل أو مثلاً في ناس بتشوف موضوع الأرقيلة أو الفيب للصبية طبيعي بس مثلاً السيجارة العادية لا دخان صحيح غلط هو بس زي ما حكى صديقنا للبنت أنا بحكي أنه للبنت في مجتمعنا العربي مش مقبول كثير يعني الارجيله مقبولة؟ إيه؟ الأرقيلة نفس الشغلة نفس الشيء نفس الشيء أرقيلة، فيب، دخان نفس الشغلة تفضلي انا بحس في جهل في نظرة المجتمع فمثلا ممكن يتقبل البنت برا عم بتأرجل بس تمسك سيجارة لا اشي كتير يعني حركة رجولية يعتبروها اما الارجيلة مع انها اضرارها كتير اكثر على الصحة فاحنا لو نيجي لناحية صحة الارجيلة ضررها اقوى واكبر فلازم يكون التنين بنفس المستوى او حتى الارجيلة اكثر اذا بدها تفرغ عن نفسها فش كتير يعني ضرر كبير لسيجارة على عكس المعتاد انه لا عادي ارجلي بس دخان لا تمام اوكي في حد بحب يعطي مشاركه اخيره تفضلي ريتا آه بالنسبة لموضوع انه الانثى مش مقبول كتير انها تدخن يعني بتخيل قبل خمس سنين مش اكتر كان الارجيلة تمام الدخّان لا بس آه هلا طبعا بعتمد على العمر وعلى فرق الاجيال بلش الموضوع هلا من الجيل الاصغر يصير مقبول وراح يطلع للجيل الكبير يعني جيل المدارس هلا كتير صار مقبول انه البنت بتكون ماسكة سيجارة وقاعدة وبطل حدا يعلق يعني فهي الموضوع كيف احنا تربينا وكيف شفنا بتغذي <applause> عقلنا احنا شفناها هيك فتمام نتقبل هاي الصورة فمن هون لخمس سنين بتخيل انه حنكون متقبلين الموضوع بشكل تام يعني طيب في عنا هون رامي اهلا وسهلا رامي رامي انت بتشتغل بمكان ببيع دخان وارجيلة خلينا نحكي عن تجربتك عن الفئة الاكثر تواجدا بالمجتمع اللي انت بتحس انه مقبلين على شراء الدخان بكافة انواعه وكمان اذا في عدد من المراهقين او من الاطفال بترددوا ليشتروا دخان او فيب او معسل يعني انواع التدخين المختلفة هل بالنسبة للنسبة الأكبر النساء أزود نسبة تدخين من الرجال خاصة على الفيب موضوع الفيب والتدخين والأرجيلة فهي صفت يعني كمجتمع شيء أساسي طبيعي فيش عليها أي اعتراض زي ما حكت الصبية يعني من قبل سنين بكر عاد المرض أرجيل عاد أرجيلة بس ما كانتش دخان مثلا بس حاليا الأرجيلة والفيب هن أزود مجتمع خاصة للأطفال طلاب المدارس الفيب موضوع الفيب في المدارس هاي والتدخين هذا لازم يصير عليه تجديد مش زي هيك من هاي الناحيه طيب رامي أ... برايك عفوا يعني بس برايك انه بيجوا بيشتروا فيب مثلا لانه ارخص او لانه موجود باكثر من طعم يعني شو الاسباب اللي خلت ظاهرة هاي تنتشر بين طلاب المدارس يعني زي ما انت بتحكي يعني مثلا شوف صديق بدخن فيب بحب عنده هوايه التجربة يصير عنده تجربه انه يجرب الشغله هاي وخاصة انها فيش لها ريحة مثلا وإيش زي هيك وسهل التخبئة مثلا مش زي الدخان العادي فبروح بهوى إلها بروح على موضوع الفيب من هاي الناحية طب أكتر إشي دارج بالسوق الفلسطيني برأيك الفيب ولا المعسل؟ الفيب حاليا الفيب. في الوقت الحالي هو الفيب تمام طب برايكم بتشوفوا انه في ناس ممكن تدخن من باب برستيج او من باب انه الدخان صار ترند او موجود بس لاني انا بدي اطلب ارجيله او بدي احمل فيب بايدي بس عشان الناس تشوفني تفضل الموضوع اللي بنتشر ما بين الاصحاب هو اصلا كالتدخين انه اللي بشوفه مثلا بتكون الصحبه بتاعتهم فيها واحد اكبر منهم فبكون هو اللي بدخن فبشوفوه انه زي هو الكبير هو اللي المسيطر على الموضوع هو طلع انه كيف هو مهيب انه ماسك سيجاره انه بدخن في الشارع انه اهله بسمحوله انه اهله بخلوه يدخن ويطلع وينزل فالشغله هي مش برستيج اكتر ما هي عند الذكر زلوميه <applause> افرض شخصيتي يعني هو بحقق ذكوريتهم بانه هو بحكي بدخن. لك يعني الموضوع عند الذكر اكثر من هو برستيج اني افرض ظلوميتي، افرض افرض شخصيتي بين اصحابي، اني انا بدخن، انا بمسك سيجاره طب عند الانثى؟ عند الانثى الموضوع بيختلف بشكل كامل م -م. نهائيا طيب. يعني مرات البنت بتتجه للدخان لانه بكون في عندها ظروف او او بكون في عندها اشياء بتحس انه اه بدي افرغ انا في الدخان م -م. تمام؟ بس يعني الارجيله كانت منتشره من زمان زي ما حكت زميلتنا ريتا هنا، الارجيله كانت منتشره الدخان بلش جديد يطلع الموضوع، تمشي في الشارع بتدخل كوفي شوب بتلاقي يعني بنت في مريول مدرستها قاعده على الكنبايه ماسك سيجاره في ايدها. يعني انا نظرتي تمام. كذكر لانه يعني من زمان خلص الواحد متعود انه يشوف الزلمه هو اللي يدخن. بتحس انك انت اشي غريب. بالضبط شو رايك ايه؟ ايمان ايمان، تفضل ايمان. فضل ايمان. ايمان. أنا بحس إنه الشغلة صارت زي عادة إنه بدها تقلد الذكور إنه بالأول أرجيلة بعدين دخان بعدين يعني خلص إنه تعودنا على هذا الإشي يعني الموضوع هو موضوع تقليد بالنسبة لإلك اه طيب ناخذ مشاركة أخيرة عشان بدنا نشوف بعض النسب والإحصائيات بخصوص هذا الموضوع إيه بعتقد بخصوص موضوع الأرجيلة إذا بدنا نخصص لموضوع النساء ليش النساء بأرجلوا أكثر من الرجال او انه وجود نسبه النساء اكثر بالارجيله اكثر يعني اذا تحللها كمجتمعيا انه هي متخبيه اكثر انه اكثر تخفي انك انك تارجل بالبيت تارجل بكوفي شوب مش قدام العام فعشان هيك صارت ظاهرة الأرجيلة للنساء شيء طبيعي شنو هي موضوع متخفي أما الدخان راح تشوف إنه الناس مش متقبلته كتير لموضوع النساء شنو هو موجود بالعام موجود بالشوارع بشكل أكبر فراح يكون مش متقبل من المجتمع أما الأرجيلة راح تكون بشكل خفي لل... للشب... للنساء فبتكون للمجتمع صارت زي عرف عادي م -م. من زمان يعني وبتختلف برضه من مجتمع لمجتمع حتى داخل المجتمع الفلسطيني يعني ممكن لقدام بعد خمس سنين حتى السيجاره تصير شي طبيعي بايد الست بمجتمعنا الفلسطيني هيك انت بتشوف ممكن ممكن طيب خلينا نشوف بعض الاحصائيات والنسب مع بعض وبنكمل نقاشنا نسبة التدخين للأعوام من 2010 حتى عام 2021 بين الذكور والإناث ارتفعت في مجتمعنا الفلسطيني نحكي عن 31.3% من إجمالي الأفراد 54.4% الأفراد الذكور مقابل 7.7% للأفراد الإناث وشكلت نسبة المدخنين الذكور 67.2% من مجمل الذكور في الضفة الغربية مقابل 33.3% في قطاع غزة أما بين الإناث فقد بلغت نسبة تدخين 12.2 من مجمل الإناث في الضفة الغربية مقابل نصف بالمئة فقط في قطاع اما مشاهدينا تعد السجائر المصنعه اكثر انواع التبغ المدخن شيوعا بين المدخنين حيث شكل مدخنو السجائر المصنعه دون استخدام انواع اخرى 62.8% من اجمالي الافراد المدخنين بواقع 68.2 للذكور وحاليا 23.5 بين الاناث اما في حين شكل مدخنو الارجيله بدون استخدام انواع اخرى من الدخان كان 20.8 واظهرت النتائج انه الافراد من عمر 18 سنه فاكثر اللي بيستخدموا اكثر من نوع من منتجات الدخان بشكله 8.4% اما متوسط السجائر اللي بدخنها الفرد يوميا هي 20 سيجاره، تقسمت على النحو التالي، 22 سيجاره في الضفه مقابل 11 سيجاره في المحافظات الجنوبيه. اما بدنا نحكي عن السجائر الالكترونيه فبينت نتائج المسح انه 75.7% من اجمالي الافراد اللي عمرهم 18 سنه واكثر سمعوا بموضوع السجائر الإلكترونية 2.7 بيستخدموا هاي المنتجات مقسمين ما بين 4.1 للذكور مقابل 1% بين الإناث أما بالنسبة للتدخين السلبي فأظهرت النتائج أنه 64.1 من الأفراد تعرضوا للتدخين السلبي داخل المنزل، اما مقابله 54% من بالمئة عفوا من الافراد تعرضوا للدخان السلبي اثناء المواصلات العامه، اما في اماكن العمل فكانت النسبه 58.4، احنا بنحكي عن نسب مش قليله، شو رايكم بالنسب اللي سمعتوها؟ تفضلي. آه تمام النسب اللي حكيتيها كتير كبيره، يعني انت بتحكي عن تقريبا نص اكثر من نص المجتمع هو مدخن. سواء أرجيلة أو فيب أو سجائر عادية فشو اسمه حتى الأطفال يعني اللي عمرهم 18 وفوق كلياتهم تقريبا صاروا مدخنين فإنه هذا الإشي كتير سلبي وهي نسب كتير كبيرة لازم نخفف منهم تمام خلينا نحكي عن دور الأسرة والمدرسة وأهمية دورهم بأنه يعملوا إرشادات ويقللوا من انتشار ظاهرة التدخين لأنه بالآخر الدخان إله أضرار على صحتنا بسبب أمراض سرطان بالرئة ممكن يسبب أمراض بالتنفس ممكن كمان يكون سبب من أسباب أنه إحنا دخلنا يتأثر وفعلا زي ما كان في تعليق أول لريتا أنه الدخان مكلف من ناحية أيضا اقتصادية شو رأيكم بدور الأهل والأسرة والمدرسة صبا أنت معلمة بالمدرسة شو رأيك بالموضوع؟ طبعا كوني معلمة فبشوف أجيال مختلفة فعم بشوف مثلا من سن كتير صغيرة عم نحكي عن سن 12 سنة بتكون الفيب بجبتها وإنه عادي عم تتعامل مع الموضوع كأنه إشي طبيعي فهديك الدور يعني عم بسأل بنت إنه إيش هذا المعك العادي ما هو الكل بدخن قلت لها أهلك بيعرفوا قال لا مش ضروري يعرفوا فهم يعني عم بيعملوا الغلط بس مش مقرين فيه ولا الأهل بيعرفوا فيه وعم بمشوا عادي يعني بالمدرسه بتلاحظي انه الطلاب كثير معهم طبعا بالحمام بالكوريدورات طيب شو رايك ليث بدور الاهل دور المدرسه تحديدا بالنسبة بالارشادات بالنسبه لي كارشادات دور الاهل طبعا احتمال كبير على موضوع انه الاهل دائما مش حاطين عيونهم على على ولادتهم بشكل عام م -م. تمام او بتقدر تحكي مش معطيني المسؤوليه التامه على على الولد بشكل عام ممكن انه يكون يوم يكون, ال... يكون ال... الاب مدخن فما بعطي النظره التامه على الابن انه عادي لو انه كان مدخن <تصفيق> <تصفيق> تمام فانا من رايي انه الإشي بيرجع للاسره من الاسره بيطلع المجتمع بيطلع الفرد فانا من رايي انه الاسره بشكل عام انه شو بنقدر انه هي يكون في وعي عند الام وعند الأبو من <applause> <هذا البقى. تصفيق> لازم يكون في رقابه من الاهل لانه يعني بالاخر الطفل مثلا او يعني المراهق اللي عايش في البيت هو عايش وشايف اهله باكثر وقت بقضيه مع اهله فلازم اهله يكونوا هم المراقبين الاول إشي له <applause> بعدين بعدين المدرسه مثلا المعلمين يعني او الاداره يعني فانه بحس لازم يكون الرقابه من الاهل اول إشي مثلا اذا يعني انا شفت ابني بعاقبه مثلا بطريقه انه تكون اعلمه الغلط انه هذا غلط توجيه اه تمام مش انه مثلا بحس في كتير طرق غلط مثلا بتعرض يضرب الطفل مثلا فهذا غلط اكيد العنف مش مرغوب ممكن احنا نتجه لاساليب اكثر على اساس انه نعلم اولادنا انه التدخين مضر بالصحه خلينا ناخذ رايك اسماعيل بظاهره التدخين السلبي والناس اللي ممكن تكون غير مدخنه حضرتك مدخن صح طيب انت بتدخن بالبيت ممكن جنب اطفال او ناس كبيره بالعمر صحيح. هذا الاشي إيه كمان بياثر على صحتهم مزبوط في يعني بجوز في نسبه كبيره ما بتدخن في البيت بس انه احتمال انه ياخذوا ضرر تدخين اكثر مني لانه لما يكون هو قاعد جنبي وانا ادخن في وجهه او يستنشق هو بيستنشق ثاني اكسيد كربون مني فباخذ ضرر اكبر انا يعني بالنسبه لي هذا اللي بعرفه تمام ناخذ مشاركه ريتا بخصوص بخصوص التدخين السلبي وكمان تاثير التدخين على صحتنا اوكي عن تجربه شخصيه أنا كان عندي جد الله يرحمه كان مدمن دخان يعني بشكل مش طبيعي لدرجة إنه في الإنعاش كان بده يدخن فطبعاً كان له ضرر كتير كبير على صحته وكان دايماً له ضرر على اللي حواليه ف يعني لازم هاي الشغلة تتقلل لازم يكون عندنا ثقافة شوي أكبر على الضرر على الأطفال بالذات لأنه لسه بتكون بنيه جسمهم مش مكتمله فانك تدخلي هاي السموم على جسمهم من عمر صغير بتاثر عليهم طبعا لا على الاقل انه الشخص اللي بده يدخن بيقدر يكون بعيد عن تواجد الناس اللي ما بتدخن او الكبيره بالعمر او حتى الاطفال بشكر وجودكم معنا احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا وبالنسبه لموضوع التدخين دائما كل شيء بضر بالصحه لازم نبعد عنه شكرا لكم والى اللقاء في حلقه جديده